بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في سورة هود: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. بعد أن بلغ سيدنا شعيب، بلغ الرسالة كما أمره الله بها دلالة وتوجيها إلى محبة الله وتعريفا بعظمة الله ودلالة على سعادة الدنيا والآخرة، بعد أن قام بذلك قابله قومه بالعنف والشدة والغلظة وردوا عليه دعوته، فلم يرضوا بها ولم يؤمنوا بها، فهو كما قال القائل: أريد حياته ويريد قتلي. سيدنا شعيب أراد أن يحييهم حياة السعادة في الدنيا والآخرة، وهم تآمروا على قتله وهددوه: إذا ما بتطلع، إذا ما بتسكت لنرجو منك بالحجاب نضربك، سكوت ما دخلت فينا. ما بالدنيا يعلمهم، وهذا الشقاء مريض والمرض عم ياكل كبده وما بده الطبيب يوصف له دواء، ما بده يجي لعند الطبيب لحتى الطبيب يخلصه من مرضه، داخل في مرض صاير معه سرطان والطبيب عنده شفاء، ما بده يجي لعند الطبيب، رضيان بمرضه. هذا الشقاء يا ابني في الحياة، أن يوجد من ينقذك ويخلصك من أمراضك الجسدية أو الأخلاقية أو الروحية، ثم تعرض عنه إلى الهوى والشهوات وملذات الحياة، فهذا من أعظم الشقاء في الحياة. إنسان غريق وحول منه كلاب البحر يريدون أن ينهشوه ويد تمتد إله هات إيدك، فيأبى ذلك. نهايته شو نهايته؟ نهايته أن كلاب البحر القرش بدهم يكسروا عظامه ويأكلوا شقف شقف، هذا الهلاك. فالأنبياء أرسلهم الله عز وجل منقذين، أرسلهم الله رحماء بالبشر حتى يبدلوا سعادة حياة البشر من التعاسة والشقاء إلى السعادة والهناء. هاي شغل الأنبياء، وهذا شغل الدعاة بعد الأنبياء. كل داعي أتى بعد الأنبياء أتى لينقذ الناس كما أنقذهم الأنبياء. فمنهم من يستمع، ومنهم من يؤمن، ومنهم من يكفر. إنسان جائع دعي إلى الطعام وهو جائع، لكنه رفض الطعام. يا ابني أنت جوعان ما تأكل؟ قل أنا ما بأكل من عند
من غير بيتنا. بيتك في أكل؟ قول لا، بيتنا ما في أكل، لكن ما بأكل من عند حدا. نتيجته شو؟ أن يموت جوعا. فالأنبياء رضي الله عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الأنبياء أتوا بأمر من الله، مأذونين من عند الله بتبليغ الرسالة، ومن أذن له أعطي من الإمداد بقدر ما يبلغ الناس. لا تظن أن النبي من عنده بيعلم. النبي لا يعرف شيئا إذا لم يعلمه الله، فالله المعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا كان المعلم الله، والموجه الله، والذي أرسل للرسول هو الله، ماذا يريد الله منك أيها الإنسان؟ الله أراد أن تكون في الدنيا خليفته في الأرض، وفي الآخرة مجالسا لعظمته. من أنت أيها الإنسان؟ من أنت الذي لا تساوي في الحياة ذرة أمام هذا الكون الواسع؟ لا تساوي ذرة، فكيف أمام السماء الأولى، أمام السماء الثانية، أمام أهل السماء الثالثة؟ وقد ورد في تفسير قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق كلها وأمر أهل السماء الأولى أن ينزلوا فيحيط بهم، فينزل أهل السماء الأولى فيحيطون بالخلق فيكونون سبع حلقات على جميع الخلق، ثم يأمر الله أهل السماء الثانية أن يحيطوا بالأول، بيطلعوا سبع حلقات، السماء الثالثة، السماء الرابعة، كل سماء بتطلع أكبر من الأولى بسبع حلقات، سبع سماوات 49 حلقة، وأنت بالنص مثل النقطة بالنسبة لهالخلق العظيم. هذا أمام خلق، فما أنت بين يدي الخالق؟ من أنت؟ ما لك وجود؟ ما لك وجود؟ أنت فناء، أنت لاش، لا شيء أنت. فأراد الخالق الذي خلقك، رسم لك مخطط سعادة، مخطط كرامة، أن تكون من أهل السعادة ومن أهل الكرامة، فرفض. هذا الرفض الذي يرفضه هل يدل على عقل أو على قلة عقل؟ هل يدل على فهم وعلم ولا على جهل؟ فلو كان مؤمن فيه وعي، لو كان الإنسان في وعي لألقى بنفسه على أعتاب الله، دخيلك يا رب بس اقبلني. لو كان فيه وعي كان ألقى بنفسه على أعتاب أهل الله الصالحين، دخيلكم دلوني على أمر يقبلني الله، وأمر يقبلك الله أمر سهل. كيف يقبلك الله؟ كلمتين بدلك على طريق الله يقبلك. الكلمة الأولى أن تستعمل النية في كل عمل، كلمتين انتبهوا ليهم، أن تستعمل النية في كل عمل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العمل أعمال، إذا مو عمل واحد، أعمال كلها.
دنيوية وأخروية وحياتية واقتصادية، إنما الأعمال بالنيات. بالنيات، في نية قبل العمل، ما في نية العمل ما قبل. معناتها حياتك ضاعت هباء. كل عمل عملته بدون نية ما في لك ثواب فيه ولا أجر. بينما المؤمن ينوي على كل عمل من الأعمال فيحول الحياة الدنيا إلى آخرة. والنية التي تنويها تحتاج إلى سر. نية وتحتاج إلى سر. سر النيات الإخلاص. سر النوايا الإخلاص. فكلمتين، نية مع الإخلاص تكون أنت من المقربين إلى الله المحبوبين عنده. ما بدنا لا كتب ولا بدك مخازن خزانات ولا بدك. انوي عند كل عمل وكن بنيتك خالصا لله. لا تنوي بنية فيها شبهة. مرة في حياتي لما كنت مع شيخنا الله يرضى عنه، كنت أنا مستلم جامعة سعيد باشا اللي بحال راس حارة الكرام، كان درس شيخنا يوم الثلاثاء، بدي أنزل على الدرس. سألت نفسي ليش نازل على الدرس؟ قبل ما بسد بدي أمشي، ليش نازل على الدرس؟ نازل على الدرس مشان نسمع الدرس، ما لك واحد فلان وفلان مشان نشوفهم بالدرس. يخرب بيتك، قلت له يخرب بيتك، معنية الدرس مشان فلان وفلان؟ إذا ما لله في شرك هذا. النية ما هي مخلصة. قلت له اليوم ما في نزلة على الدرس، والله لأدبك تأديب. الدرس بيقعد ساعتين، بأربعة، من ساعات. قلت له وعزة ربي أربع ساعات على ركبي ذكر لله، ما في درس اليوم. صليت فرض العشاء وعدت والله على الركب، قعدي واحدة إلى أذان الفجر، قطعت ركبي. حسيت قلت له والله لو بين قطعه، قعدي واحدة مشان مرة تانية ما تدخلي نية تانية مع النية لله. نازل لله مشان فلان وفلان، شو بدي فلان وفلان أنا؟ فلما رأيت أنه النفس مايلة لفلان وفلان مع مجلس العلم، قلت له ما في نزل اليوم. تأديب جلسة واحدة. بعد ما صليت الفجر وذكرنا إلى طلوع الشمس، فت على البيت سطحت، واجبي بالمنام بشوف امرأة لابسة من أحلى أنواع الزيان، والمرأة بالمنام هي الدنيا، وأنا بالمنام عرفت أنه هي الدنيا. عم أقول هي الدنيا، فعم تقول لي حرام عليك هلكته، والله حرام عليك هلكته. قلت له ولك لو ما تكوني شيطاني مثل حكايته ما غرتي عليه، وعزة ربي يا بيعود آدمي يا بدوبه مثل ما بيدوب الملح بالمي. وجه المرأة فنيت وراحت ما بقى. يا إخواني الشيطان بده يدخل عليك عدة نيات، جاي لله لله، لا بدي شوف فلان ولا بدي أحكي مع فلان ولا بدي، جاي لله. انوي لله وبعدين شو بيدخل؟ هذا أجا زيادة. رجل نوى إلى الحج، طالع الحج لوجه الله تعالى، لكن بعد ما حج راح اشترى بعض الأغراض، اشترى تلفزيون، اشترى، في مانع؟ لا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبعدين إذا كان اشترى شيء
نعم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فمعناتها ما في مانع، أدي النية الأولى بعدين شو بيدخل، ما في مانع. فإذا من أراد منكم أن يكون من أهل القرب إلى الله فعليه بهاتين الكلمتين، النية الصالحة عند كل عمل والإخلاص بالنية لله، أن لا يدخل فيها أي شيء. متى دخل النية شيء ثاني أنت مشرك في هذه النية. أخ أحد يذكر الله فاتحة وإخلاص ورابطة وعهد الله الله الله، أحد يذكر الله، بركي الله بيتجلى علي اليوم، بركي الله بيعطيني شوية أنوار. أنت مشرك يا ابني، مالك ذاكر، هذا شرك. مازك بدك الخالق ولا المخلوق؟ النور والتجلي والعرش خالق ولا مخلوق؟ مخلوق، جعلت المخلوق مع الخالق، أنت مشرك. الذكر لله وحده ما بيدخل غيره، الله الله، لا بدي أنوار ولا بدي تجليات ولا بدي صفاء ولا بدي أنس ولا بدي، بدي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. الله يرضى عنهم شيوخ الطريق جعلوا هالكلمة هي في كل نفس، لئلا يكون لقلبك ميل إلى غير الله، لئلا تنشغل بغير الله. كل نفس إلهي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، حتى تتفرغ من كل الأغيار من كل الميول إلى الله وحده. ودقيقتين، دقيقة ذكر مخلص لله خير من ذكر سنة كاملة وانت عم تحط بنيتها بدك أنوار وتجليات. دقيقة مخلصة أفضل من كل هالأيام. فإذا الأنبياء إذا أتوا مخلصين لهذه الأمة، منقذين لهم. من جملتهم شعيب، دعاهم رغبهم حننهم، ما في فائدة، هددوا، بعدين هو كمان انتقل إلى التهديد، يا قوم اعملوا على مكانتكم، اشتغلوا مثل ما بدكم، إني عامل. أنتوا ما بدكم تجوا، أنا بدي تم أدعيكم وببلغكم وبذكركم وبوجهكم بكل ما أوتيت من قوة، إني عامل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، سوف تعلمون، هذا تهديد. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من الحكمة والإرشاد والتبليغ إلى التهديد المبطن، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. هذا تهديد ثاني، أنه أنا عم بكذب عليكم ولا أنتم عم تكذبوا على أنفسكم، بكرة بتشوفوا. سوف تعلمون، وارتقبوا انتظروا، إني معكم رقيب. أنتم انتظروا أنه بدكم تقتلوني وتنتهوا مني وأنا لح أنتظر هلاككم. هنا تهديد من سيدنا شعيب للقوم، بذل معهم أقصى جهد، قعد معهم 10، 20، 30 سنة، 40 سنة وهو يدعوهم، ولم يؤمن معه إلا بعض الناس الفقراء. الفقير ليش بيستجيب أوام؟ ما في شيء يشغله، لا بده دنيا لا بده شيء، بيجي بركي بياكل له لقمة بيعلق من فخ، كما قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وارضاه، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. بركي أنه صرنا لمة أكل ناكلها، ف
فطلع سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الزمان وقطب الزمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا التهديد اللي هددهم سيدنا شعيب، هذا التهديد هل هو تهديد كلام ولا تهديد فعلي؟ قلنا أن الأنبياء لا تستعمل شيء من عندها، الأنبياء مقيدون بالوحي من الله، يأتي الوحي افعل كذا افعل كذا، أما لا يتجرأ أن يعمل من نفسه شيء. نبينا عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى، كلمة ما بيحكيها من عنده، إن هو إلا وحي يوحى، تكلم بوحي. لذلك عم نشوف الآن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عم يبين قدامنا علم ظاهر حقيقي. النبي من 1400 سنة عرف ماذا يكون، نعم، لأن المعلم خالق البشر، الذي أنزل القرآن هو الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان هلكوا، هل الهلاك عام أم خاص؟ هون نقطة كثير من الناس يخطئون بها. كل الناس بيقول أخي البلاء بعم، ما هي؟ والرحمة بتخص. هذا خطأ. إذا قلنا البلاء بعم معناته الله عز وجل روح الطائع بين إجرين العاصي. لا يا أخواني، رح نرجع إلى آيات القرآن حتى تسمعوا كلام الله جل جلاله الله. أي سورة هود لو رجعنا فيها على قصص الأنبياء، فالله عز وجل ما أهلك نبيا مع قومه إلا نجى النبي والذين آمنوا معه. قال الله عن سيدنا شعيب: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. عشان تكونوا على ثقة، يلي بيكون مع الدعوة مع الإسلام الله بينجيه مهما كانت الأمور. ولما جاء أمرنا أمرنا يعني الهلاك لقوم، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه وأخذت الذين ظلموا الصيحة. صيحة هزت الأرض، رجت قلوبهم، سقطوا كلهم أموات. طيب وشعيب واللي آمنوا معه قاعدين ما صابوا شيء، ما صابوا شيء. شلون الله هل يعجزه أن يحفظ إنسانا بين خلق؟ لا تنسوا قصة سيدنا نوح يلي حكيت لكم إياها مع المرأة، هي يحفظوها حتى تعرف أن الله عز وجل لا يعجزه في الوجود شيء. لما أخبر سيدنا نوح بأن الله عز وجل حكم على قومه بالإعدام غرقا، كل بدهم يغرقوا، واختلف العلماء هل الغرق كان للمدينة فقط ولا للعالم، أجمع العلماء أنه للعالم كله غرق. لما أخبر سيدنا نوح أنه بده يصير الغرق وأمر الله عز وجل يعمل السفينة، فعمل السفينة بإشراف سيدنا جبريل، واسعة عملها 3 طبقات، بلغ المؤمنين سيدنا نوح أنه بده يصير طوفان، فمتى ما ناديت لكم كلكم تجتمعوا. والله أعطاه علامة، فإذا جاء أمرنا وفار تنور،
تنور شايب المي نبعت المي فيه، معناته رح يصير طوفان. نادى للمؤمنين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. في امرأة مؤمنة بسيدنا نوح بلغها أنه بده يصير طوفان، قالت له دخيلك يا نبي الله لا تنساني، دخيلك لا تنساني. قال له إن شاء الله ما بننساك. فاشتغل سيدنا نوح عم يركب البشر، عم يركب الطيور، عم يركب الوحوش، عم يركب، نسي المرأة وحصل الطوفان، سيدنا نوح نسيانها، إلى أن قال الله تعالى وقضي الأمر واستوت على الجودي. نزل سيدنا نوح، أوف المرأة اللي حكتنا نسيناها، روحوا لنشوفها. راح سيدنا نوح لعنده، طرق الباب، طلعت فتحت، قالت له صار طوفان يا نبي الله، وين كنتي انتي؟ قالت له عادي عم بستناك. شو هي؟ عادي عم تستني؟ ما شفتي الطوفان؟ لا حست بالطوفان ولا شافت الطوفان، العالم طاف وبيتها ما وصلوا نقطة مي. هذه قدرة الله، عظمة الله. إذا ما بتعرف انتبه، إذا قال أراد شيئا قال له كن فيكون. حماها سيدنا نوح، قال له خلص الطوفان، ما بقى في طوفان، ما نزل عليك مي، ما في مي، يلي نزل المطر ونزل الماء وقف حيطان ما وصل لعندها. فالله قادر أن ينقذ المؤمن من بين كل الكفرة. فهي سيدنا شعيب الله أنقذه وحده، والذين آمنوا معه. يلي بيصير على النبي بيصير عليك، يلي بيصير على الداعي بيصير عليك. ما دمت بسفينة نوح كل الأمواج ما بتأثر عليك، ما دام دخلت سفينة نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال، كالجبال، وهم في أمان، في أمن وأمان. ما بس باخرج سيدنا نوح، باخرج سيدنا نوح في زمانه، في كل زمان في باخرة، كل زمان في باخرة، في باخرة بخشب، وفي باخرة حب الله عز وجل. يلي بيركب بباخرة الحب الإلهي ما بيغرق، في كل زمان في كل وقت. إذا بتركب بباخرة حب الله وذكر الله، هي باخرة لا تتأثر في الزمن، لا تتأثر بنار، ولا تتأثر بغرق، ولا تتأثر برصاص، ولا تتأثر بقنابل. قاي باخرة الحب الإلهي، باخرة الذكر، ادخل فيها ولا تخاف. وأنجينا الذين، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة. إذا نجاة المؤمنين مع الأنبياء ومع الدعاة، نجاة المصدقين يلي صدقوا الرسل بما جاءت به، صدقوا العارفين والأولياء بما قاموا به. فهذا عام في قانون الله لكل الدعاة في أي زمان، كل داعي الله ينجيه ومن معه. نبدأ سيدنا نوح. سيدنا نوح صلوات الله وسلامه عليه دعا قومه 950 سنة دعوة على الحل، 300 قبل الغرق و300 بعد الغرق، دعوة على الحل 950 سنة، 1000 إلا 50 عاما وهو يبلغ. النتيجة وما آمن معه إلا قليل، قليل بين 40 إنسان بين 70 إنسان،
950 سنة، خلي يكون أعلى هذا الرقم 70 إنسان. شو هذا؟ هذا إنتاج. لكن قديش بذل؟ إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، غطوا وجوههم ما بدهم يشوفوه، وأصروا واستكبروا استكبارا. ما مل. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم إعلانا وأسررت لهم إسرارا. ما طلب منهم، فقلت استغفروا ربكم بس، قولوا استغفروا الله بس. ما طلب منهم لا صلاة ولا صيام ولا، فقلت استغفروا ربكم. والمسرح ترجع لكم، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويمددكم ببنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شو بدكم؟ دنيا يعني فتح لكم إياها، بس كلمة استغفروا الله، كلمة استغفروا الله ما قالوها. بعدين صاروا يضربوه حتى كان آخر وحدة جد جايب ابن ابنه قال له يا ابني اوعى هذا يلعب بعقلك، اوعى هذا يضلك. فالولد بيلتفت لجده بيقول له جده اعطيني عصاي، اخذ العصاي وضرب بها على راس سيدنا نوح. عندها انزل الله على سيدنا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. خلاص لا الارحام عاد فيها مؤمن ولا الاصلاب عاد فيها مؤمن، انتهي ما بقى فيه. عندها الهم ان يدعو، دعا كلمتين اني مغلوب فانتصر، مبدا برقيه إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى ماء الأرض بماء السماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر. طيب هو قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، بسامير خشب، بسامير هو والمؤمنين معه. وقال الله عز وجل الله فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. من معه؟ أحباب القرآن عم بيحكي لنا، لكن الناس مساكين من عدم العلم، هذا بده يسافر وهذا بده يهرب وهذا بده يشير. لك ابني شو صاير لك؟ قاعد ماله؟ ما في عنده سفينة يركبها بها البحر، ما في عنده ملجأ يلجأ له في هالاضطراب. لذلك قل له روح يلا سافر، إذا بتظن أنه السفر بينجيك روح، طلعوا ركبوا بالسفر الباخرة ورايحين، غرقوا الباخرة بمن فيها 500 واحد، ما هي غرقوا كلهم. هرب من الموت الأصغر إلى الموت الأكبر. لذلك الله يا ابني هنيكم إذا بقيتم في سفينة سيدنا نوح. جامع أبو النور سفينة نوح، من دخله كان آمنا بفضل الله. الله يجزي عنا شيخنا أفضل الجزاء. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. خلفوا يلي ماتوا، خلفوهم بإيمان وطلع النسل الإيماني. وأغرقنا الذين كذبوا، الله أكبر، غرق كلهم. قال عليه الصلاة والسلام لو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم تلك المرأة
مين هي المرأة؟ امرأة معها طفل صغير عم ترضعه. لما طلع الماء إلى صدرها رفعت ابنها على كتفها. لما ارتفعت الماء حملت ابنها على رأسها. لما ارتفعت الماء حملت أمها ابنها إنه خليها هي تغرق بس ابنها ما يغرق، فغرقت هي وابنها. لو الله بده يرحم حدا منهم كان رحم هذه المرأة. كل حتى نعرف نحن لما بينزل الغضب الإلهي ما عاد فيه يا أمي ارحميني. الساكت عن الحق شيطان أخرس. ليش ساكت؟ ما تنصح جارك، ما تنصح قرايبك، ما تنصح ابن عمك، نصيحة ما في. الله أهلك بني إسرائيل ليش؟ يا موسى أو يا داود أظن، إني مهلك من قومك 60,000 من الأشرار و60,000 من المؤمنين. قال يا ربي حال الأشرار عرفت، فالمؤمنين شو دخلوا؟ قال إنهم واكلوهم، أكلوا معهم وشاربوهم وناكحوهم، تزوجوا من بعضهم، ولم يتمعر وجه أحدهم يوما لأجلي. ما واحد غضب لله، ما واحد غضب لله، أحد معه صار يأكل منه، معهم يشرب منه، فنسيوا. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فأهلكهم جميعا. فهي سيدنا نوح كمان الله نجا. بعد سيدنا نوح أجا سيدنا هود. هود قام بالدعوة، قام بالتبليغ، جاب لهم الحجج، جاب لهم بينات، كمان ما آمن. فقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. نجينا هودا والذين آمنوا معه. فإذا كان المؤمن مع الداعي حينجو، يروح دور لك على داعي. مؤمن مع نبي، روح دور لك على خليفة نبي في زمانك. هلا أنبياء ما في، نبي ما في، لكن في خلفاء الأنبياء، في ورثة الأنبياء. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. تمسك إن ظفرت بزيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. مسك من بدي أنا نجاة، بدك نجاة اركب السفينة، خايف على حالي اركب السفينة وسلم إلى الله. وأمر الله سيدنا نوح أن يكتب عليها بسم الله مجريها ومرساها، مو مجراها، مجريها تقرأ بالإمالة، بسم الله مجريها ومرساها. الله، مجري جريت تجري باسم الله، ونوقفت توقف بإذن الله. دعاهم ما في. وأنجينا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. من عذاب غليظ، الله أكبر. شو العذاب اللي صار؟ أهلكهم، ما ترك فيهم لا طفل ولا صغير ولا كبير ولا جمل ولا ناء ولا خروف، هلاك عام. إذا نزل الغضب، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة نبيك محمد، اللهم اجزه عنا أفضل الجزاء يلي الله عز وجل أنزل في حقه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم بعد منك وهم يستغفرون.
ما دام في كلمة استغفر الله، الله ما بيهلك الإنسان. بس استغفروا يا إخواني، استغفروا. هالاستغفار استغفر الله وأتوب إليه، لا تقيمه من تمك. شلون ما التفتت استغفر الله وأتوب إليه؟ استغفر من الذنوب، من الخطايا، من الغفلات، من الانشغال بغير الله، من الالتفات إلى فلان وفلان، من محبة الدنيا، من محبة الإعراض. استغفر الله. فقلت استغفروا ربكم. أكثر من هيك ما بدك يا جماعة، بس استغفروا ربكم والله عز وجل يرفع البلاء، يرفع البلاء عنكم. راح قوم هود انتهوا، اجوا قوم صالح بعد سيدنا هود، قوم صالح، ثمود، قوم ثمود، قوم صالح. قام صالح، سيدنا صالح قام كذلك بالدعوة، تبليغ الرسالة، الله إله واحد. قالوا نحن آبانا عبدوا الأصنام، هي كل آبانا كان يعبدوها، نمشي مع إله واحد ونترك الآلهة كلها. مثل ما حكوا قريش للنبي، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. 360 صنم عم يكفونا، واحد بده يكفينا؟ إذا جبنا 300 و400 حصان ميت وحصان حي، ما حصان، حمار حي و400 حصان ميت، تركب الحصان الميت ولا الحي؟ أنو أحسن؟ حمار حي ما بده. هلا في عنا 10 سيارات شفروليه أو مرسيدس، لكن معطلين، وبسكليت، تركب بسكليت ولا السيارات المعطلة؟ شو رأيكم؟ مين بيركب بسكليت؟ كلكم، كل سيارة بسكليت تمشي فيها، سيارة معطلة. لا إله إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. شو الدليل أنك نبي؟ أنه الله أرسلك، شو الدليل؟ قال لهم في عندي حجج، أدلة، جيب لنا حجة. قال لهم اطلب، شو بتكون؟ قالوا له إذا بتطالع لنا من هالصخرة ناء حمراء معشرة بالشهر العاشر، حامل يعني، حامل بالشهر العاشر، رقبتها طويلة، أذانها قصيرة، حلق. قال لهم إذا طالعت لكم من هالصخرة ناء تؤمنوا؟ قال إذا طالعت نؤمن بها. فقام فصلى ثم رفع يديه فدعا إلى الله عز وجل، وإذا بالصخرة عم تهتز، ثم انفرقت الصخرة وخرجت منها الناقة التي طلبوها. والله هذا يا ابني لو كنا نحن واقفين وشايفينها، شوفي والله شيء بيكشش البدن، صخرة تنفتح ويطلع منها، ما تكون جنية. طلعت من الصخرة، طلعت راحت لما جنب، ولدتنا ولدت جمل، حتى ما يقولوا انه سحر ما سحر، قعدت جابت جمل. هذه ناقة الله لكم آية، علامة تدل على أني رسول الله. قالوا سحر وإن به كافرون. الله لا يشقينا يا إخواني. هذا يا إخواني درس ماضي، لكن هلأ أنتوا مطلوبين منكم، أنتوا شو راح تأخذوا من الدرس؟ وجد في زمنك داعي، وجد في زمنك مبلغ، فما أنت صانع؟ هل مثلك مثل هؤلاء ولا مثال من آمن معه فنجاه؟ نحن لما
نيابة عن رسول الله دعاة. فأنت تعرفت الآن على نائب أو خليفة رسول الله أو واحد من أحباب الله، هل أنت معه متعلق مرتبط صادق، ولا وقت بتفضى بتيجي بتحضر، ولا ما بتفضى ما لك جاي، يعني حاطط الدرس على ورا ظهره؟ لذلك ما بينتفع إلا من ابني الصادق المخلص. فسيدنا صالح يا جماعة ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، عذاب مؤلم، تبغوا. قال إهنا أم نم نم ده تأكل الآن حتاكل من الأرض، أنتوا لا تطعموها، وعندكم بيرين تشربوا من هذاك البير والنائب بتشرب من هالبير، تشرب اليوم والميات اللي بتشربهم اليوم بكرة بتعطيكم ياهن حليب، تشربوا حليب تسقوا أهل البلد كله حليب. في تنتين نسوان عندهم كل واحدة كم غنمة، لما يشوفوا النائب يهربوا منها. فقال التأذوا تنتين ما بتخلي الغنمات يشربوا، راحوا استأجروا واحد من أشقى الأشقياء، رغبوا بالمال ورغبوا بأنفسهم أن يقع في الحرام إذا بيقتل الناقة من شان المال ومن شان الفاحشة. راح أخذ معه تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، خبوا للناء لما الناء طلعت رماها بسهم فعرقبها، إيش بالعرقوب تبعها برجلها فبركت، ركضوا عليها ذبحوها. يا ربي دخيلك يا رب. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم في ديارهم جاثمين، من كثر صوت ما طلع هز الأرض وخلع القيوم، بركوا على ركبهم على وجوههم وماتوا موتة واحدة. لا إله إلا الله، أصبحوا كأن لم يغنوا فيها، كأنهم من وجدوا راحت كله عليهم. انتبه، نقمة الله إذا نزلت واحد ظن أنك تهرب منها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وين ما بتهرب الله معك، تجد الله تجاهك. فالله أهلكهم عن بكرة أبيهم فلم يبق فيهم نافخ نار، ما بقى في واحد. بعد منهم سيدنا لوط نزل، هو سيدنا إبراهيم من العراق، سيدنا إبراهيم راح إلى مصر ورجع بعد سيدنا لوط إلى بحيرة طبرية. ما كان في بحيرة، كان في سبع قرى. قال له أنا وياك أنا بالشام وأنت هنيك ما بصير، يعني فأنت روح لهنيك أنا بروح على مصر. حاصل راح سيدنا لوط دعا وبلغ وكذا، أفحش قوم وأرذى القوم إن وجدوا مصيبتهم كانوا يأتوا الرجال بدل النساء،
وهذا من أفحش الفحش، ما ارتكب هذا الذنب أحد قبلهم، من عهد آدم ما أحد ارتكبه قبلهم، فهن الأول من فعلوا هذا، نسأل الله العفو والعافية. يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بنات النبي أب للأمة، فبنات الأمة شو بتكون بالنسبة له؟ بنات، كان نسوانكم يعني رجع للنسوان، ها بناتي هن أطهر لكم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما تريد. ما نريد بدهن شباب، بدهن يقعوا في الفاحشة، نسأل الله السلام. وهذه في بعض الناس الآن مع زوجاتهم، يأتي زوجته من غير المكان المحدد لها، هذا يلعن شرعا. المرأة ما بتطلق، يعني بيظنوا أن المرأة بتطلق، المرأة ما بتطلق، ولكن عمل غضب إلهي بينزل، فلازم المرأة ما تقبل ولو هدد بالطلاق طلاق ولا معصية الله. أما في بعض الناس عم يقع، نسأل الله السلامة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون ملعون، ثلاث مرات كررها النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل سيدنا لوط دعاهم 10 سنين 20 سنة ما كانوا يؤمنوا، فغضب الله عليه وأرسل الملائكة لهلاكهم. سيدنا لوط عم يشتغل بالأرض، الملائكة مروا على سيدنا إبراهيم وجوا عن سيدنا لوط، لما شافوا ضاق بهم، ضاق صدر، ضاق شو جابوا هدول هلا ملائكة جمال وكمال، ضاق بهم زرعا. بالليل هربوا فوتوا على البيت، أخذهم على البيت، لكن زوجته الله لا يشقي ذا، زوجته كان جسمها مع سيدنا لوط وقلبها مع قومه، كان بينها وبين هون، إذا أجا ضيف لعند لوط تطلع على السطح تدخن، طالع دخان، لما يشوفوا الدخان يعرفوا إنه عنده ضيوف يهجموا لعنده، فطلعت دخنت ركضوا لعنده، الدنيا تسكر الباب، صار يدفشوا، قلت يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ لك ما في واحد عاقل، هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، لا تفضحوني في ضيفي، ما في فائدة. هن يدفشوا وهو حاطط ظهره ساند الباب ما بده يدخل، لكن الكتر غلبت الشجاعة، لحقها يتزحلق ينفتح الباب، فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو عندي هيك سند انسند فيهم، وإذا بسيدنا جبريل بعد هيك بعد هيك إنك لتأوي إلى ركن شديد، بعد هيك اتركوني، فتح الباب ضربهم سيدنا جبريل بجناحه فأعماهم جميعا ضربة واحدة، عميوا فرجعوا عميانين. يا لوط إنا رسل ربك، إنا رسل ربك لا تخاف، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. طيب شو بدنا نعمل؟ قال له ضب غراضك وأسر بأهلك بقطع من الليل، من أول الليل قوم اهرب،
انت والمؤمنين معك. مين المؤمنين معه؟ بنتينه فقط، ما امن معه غير بنتينه. اخذ بنتينه ومشي، لحته مرته، قال لهم ملائكة، قال له لا تلتفت إلها، خليك ماشي، إنه مصيبها ما أصابهم، بدها تهلك مع قومها، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الله، ترتيب الله عز وجل. انطلق سيدنا لوط، هو وبنتينه مرته لاحة من بعيد لبعيد، وإذا سيدنا جبريل يقتلع الأرض فبرميها، فهلكت مع قومها. هذا يعني اللي بيمشي مع أهل الشقاء بيصيب شقاءهم، واللي بيمشي مع أهل السعادة يحصل السعادة معهم. هلا مهما تغيرت الأحوال، إذا مسكوا واحد مجرم بيسألوه مع مين بيمشي، مين أصحابه، مين رفقاته، مين بيجيبوا رفقاته، بيجيبوا أصحابه، بيجيبوا كل واحد حتى نعرف مين يلي مرتكب الجريمة. صحبتك مع أهل الشقاء تشقيك، وصحبتك مع أهل السعادة تسعدك. فأهلك الله قوم لوط، وقال الله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقليل. فلما جاء أمرنا، هن فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، يعني السقف صار أرض، والأرض شو صارت؟ قلبها قلب فيهن. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، سجيل من تراب محروق قاسي، ومنضود مسجل عليه أسماءهم، كل واحد الأحجار اللي بالأرض كلها وقعت فوقهن. لذلك حكموا بالحكم الشرعي أن الرجل إذا ارتكب هذه الخطيئة، إذا رجل ارتكب خطيئة مع شاب، نرفعه إلى الجبل لأعلى قمة، نرميه ونرمي فوق منه حجار حتى يموت. وفي مذهب سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وسيدنا علي يحرق الفاعل والمفعول حرقا، لأنه هالجرثوم هالخطيئة هي ما بيروح إلا بالحرق، وإلا بينتشر. وهي هلا نحن بزماننا شفنا أوروبا شو عم ترزح تحت مرض السيدا بالفرنسي والإيدز بالإنجليزي، مرض بالسنة عم يموت أكثر من 12 مليون إنسان بهذا المرض. هاي الفاحشة يلي انتشرت في أوروبا، ونسأل الله العفو والعافية. المراد أحبابي، الله عز وجل أرسل على كل من ثمود ومدين صاعقة. قوم ثمود ماتوا بالصاعقة، وقوم مدين قوم شعيب ماتوا كذلك بالصاعقة، لكن صاعقة مدين كانت أشد قوة وأشد صوتا من الصاعقة التي أصابت بني إسرائيل. بني إسرائيل لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم، بعد موتهم الله بعثهم، كانت صادقة صاعقة هزت هزة لكن فزوا. أما صاعقة ثمود لم يقم منهم أحد. نسأل الله
العفو والعافية. فالله عز وجل أنزل صاعقة رجفت الأرض وتزلزلت وخروا ميتين أجمعين. طيب نحن شو بدنا ناخذ اليوم من هالدرس؟ مشان كلكم تنتبهوا، سيدنا محمد موجود صلى الله عليه وسلم، لئن فقدنا صورته صلى الله عليه وسلم فعلمه بيننا موجود، وروحه بيننا موجودة، وسره بيننا موجود. وقد قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم، ما قال معكم، موجودة. حب النبي فيك موجود، سر النبي فيك، إن كنت صادقا في حبه فهو معك. واعلموا أن فيكم رسول الله، فرسول الله موجود، الذي انتقل الجسد، ما عاد تحمل تعب جسده صلى الله عليه وسلم، فجسد وهو حي طري في قبره صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الشريف: أنا حي طري في قبري أسمع صلاة من صلى علي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالنبي حي بعلمه وحي بروحانيته وحي بإمداده صلى الله عليه وسلم، وكل حبيب صدق في حبه يزوره ويزار صلى الله عليك يا رسول الله. في بعض الناس بتمنى يشوف النبي لو بيدفع كل ماله، وهذا ورد، النبي قال في آخر الزمان: يتمنى أن يفديني بأهله وماله بس أن يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. رؤية النبي يا أحبابي ما متوقفة عن هذا، ممكن كل واحد يشوف، ولكن أرني حبك، إن أحببت وصدقت في الحب رأيت من تحب، إن ما رأيت معناته حبك لسه أحجر. أكثر من الصلاة على رسول الله، هذا علامة الحب، أكثر من الصلاة على رسول الله، فكلما زادت صلاتك على النبي رقت روحك فتشهد رسول الله. وحب أنا أحكي لكم، ما بحب غشكم، لن تدرك رؤية رسول الله إذا ما أحببت حبيب من أحباب رسول الله، ما ممكن. رضي الله عن الإمام الشعراني. الإمام الشعراني إجا لعند شيخه رضي الله عنه وأرضاه الشيخ عبد العزيز الدباغ. الشيخ عبد العزيز الدباغ كان أميا، لكن أعجز العلماء وأعجز الأولياء بما يأتي به من علوم وبما يأتي به من أحكام، أعجز العلماء في زمانه. فالإمام الشعراني جاي لعنده، في الطريق الإمام الشعراني عما يقول في قلبه: مشان ايش الشيخ؟ القرآن موجود وبصلي على النبي، بصل. فوصل لعن شيخه، لما دخل الشيخ التفت فيه قال له: يا عبد الوهاب. نعم سيدي. قال له: لا يطمع أحد في معرفة الله وهو لم يعرف الرسول، ولا يطمع أحد في معرفة الرسول وهو لم يعرف شيخه، ولا يطمع أحد في معرفة الشيخ ما لم يصلي على الناس 4 تكبيرات الجنازة. الناس كلها ماتت في نظرك، ما في غير شيخك، فإذا ما صدقت بها الحب ما بتصل. هذا هدول الكمل من أهل الله عم يدلوا على الطريق. لا يطمع أحد في معرفة الله
وهو لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يطمع أحد في معرفة الرسول وهو لم يعرف مين شيخه، شيخك المرتبط روحانيا برسول الله. حط الفيش، حط الفيش خلي تصل الكهرباء إلى قلبك، عندها بتشوف. ولا يطمع أحد في معرفة الشيخ ما لم يصلي على الناس صلاة الجنازة، دليل أن الحب لا يتجزأ. تحط شافي هون وشافي هون وشافي هون وشافي هون، الحب لا يتجزأ، الحب واحد، الحب واحد، مادة واحدة. متى صدقت في الحب لابد أن تصل للمحبوب. خذوا من قصة عنتر، كلكم تسمعوا بعنتر، ما هي عنتر ما عمل شيء إلا أنه حب، الدهر خلده لأنه حب. حب مين؟ حب عبلة. أي حب حبه؟ حب عبلة حب مل الدنيا أشعار بحبه، وبقي 10 و12 سنة محسن يصل، بالأخير وصل، وصل إلى من يحب، وصل إلى عبلة. المحب إلا يصل، لو لم يبقى من حياتك إلا نفس بتشوف حبيبك. الصادق لا بد، نحن صايرين حبنا بارد، ولجاء البارد ما بيشعل الورق، أما لجاء الحامي بلين الحديد. وجاء الحداد إذا بارد إذا بتحط فيه ورق ما بشعل الورقة، أما إذا كان حامي بتحط الحديدة سمكة 10 سنتي بلينها. فحبك بارد، حمي حبك، شد الحب أكثر من الصلاة على الحبيب الأعظم، ليلك ونهارك صلاة على الرسول الأعظم. ثم لاحظ وأنت تتشهد أنه أمامك، السلام عليك أيها النبي، سلام عليك. عم تسلم على النبي كل يوم كم مرة؟ كل تشهد عم تسلم على النبي، صلاة الصبح مرة، صلاة الظهر مرتين، ومرة ثلاثة، ومرتين 5 مرات صلاة الظهر، سنة 4 ركعات مرتين، والفرض 4 مرتين، والركعتين الثانيات مرة 5 مرات، والصبح 4، الصبح مرتين 7، والعصر ركعتين مرتين صاروا 9، والعشاء 2 الفرض، وواحد السنة، واثنين الوتر صاروا 5، 5 وأدي صاروا 14، والمغرب بيجينا كمان 2 3 20، يعني حول 20 مرة عم تقول السلام عليك. لك وينك أنت؟ 20 مرة عم تسلم على النبي ولا مرة حسيت أنه هو معك؟ وينك أنت؟ يا أما عقلك ما موجود يا أما قلبك ما موجود. 20 مرة كل يوم السلام عليك أيها النبي، وأنت غايب. وين غايب؟ لو كان طفل عم يناديك كنت تلتفت له، سيد الخلق أمامك عم تسلم عليه وما لك عم تحس؟ روح إذا كنت مريض روح داوي حالك، روح فتش على طبيب القلوب خليه يداوي لك قلبك، وإذا كان مغمض عيونك روح داوي على دكتور يفتح لك بصيرتك، وإذا ما في عقل روح على مستشفى
مستشفى القلوب، مستشفى العقول، خلي غزو لك عقلك بنور الله، ترى رسول الله بنور الله، ما بتشوفه بعيونك، ترى رسول الله بنور الله. سألوا النبي: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت نور الله بنور الله، رأيت نور الله بنور الله. شو صارت هي النور اللي في قلبه؟ نور الحب، بهذا النور رأى الجمال الإلهي صلى الله عليك يا رسول الله. فالحاصل إخواني، الأنبياء أدوا مهمة، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام أدى المهمة الكاملة في الحياة، ولا يزال يقوم بمهمة الدعوة وإلى قيام الساعة. يلي بيقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام نبي مات، يلي بيقول النبي مات هو ميت الإيمان، ميت القلب. النبي حي إلى الآن يعمل بالدعوة في أوروبا. اسألوا في أوروبا رجال العلم، رجال العقل، دكتوراه الكترون، دكتوراه. شو اللي خلاك تأسلم؟ رأى رسول الله في المنام، دعاه إلى الله فأسلم. النبي هل عم يشتغل بالدعوة؟ نعم. لما المسلمين أصروا بالدعوة فرسول الله عم يشتغل بالدعوة. الآن عدة دكاترة صاروا في أوروبا من أعظم الشخصيات، أسلموا. ليش؟ رأوا النبي في المنام، هذا دعاله، وهذا مسح على رقبته، وهذا مسح على رأسه، وهذا مسح، فأسلم صلى الله على رسول الله. فهي أخواني بأوروبا يشوفوا النبي، وأنت المحب المسلم ما تشوف النبي؟ وينك أنت لكان 20 مرة كل يوم السلام عليك أيها النبي؟ عليك ولا عليه؟ شو عم تقولوا؟ عليك. عم تشاهدوا؟ لا شهود ولا شهادة، أشهد. شو هي؟ شهود ولا شهادة؟ أشهد، يا شهود يا شهادة. فلا شهادة ولا شهود، مالك حاسس شو عم تحكي؟ السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا صلى، هذا الله يحيي قلبي ويحيي قلوبكم يا ابني. فيا أحبابي أنتم، إذا كان الله نجى المؤمنين مع الأنبياء، ولا تزال النجاة موجودة إلى قيام الساعة. فرعون وما أوتي من قوة، وما أوتي من كذا، وفرعون لما بده يأذي أهل الإيمان، بده يأذي سيدنا موسى وهارون، لما بده يأذيهم رب العزة غضب لهما، غضب مشانهم، قالوا ايه خذ بني اسرائيل اطلع خلي يلحقك. اخذ بني اسرائيل بالليل، اسري ببني اسرائيل ليلا انكم متبعون، عشان يلحقك. تخطيط الله يا ابني، الله خطط له انه طلع من البلد، خذ بني اسرائيل معك واطلع. فز فرعون على بكره البلد فاضيه، وشو هذا فاضي البلد؟ قال ايه موسى اخذهم وسرق. هيئ جيش 70,000 مقاتل على الخيل، لحقهم. سيدنا موسى مشي ماشي مع شيء، وصلوا لشط البحر، التفتوا جاي جيش، قالوا يا موسى إنا لمدركون، لحقونا إنا لمدركون. قال كلا كلا.
شو كلا؟ ليه يكون ورانا؟ قال لهم إن معي ربي. الله أكبر. إن معي ربي. شو رح يساوي؟ قال سيهديني. فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر. قال لهم إن الله أمرني أن أضرب البحر بعصاي. أي والله، وإذا ضربت البحر بالعصاي لما بتكون الضربة منك بتطرش مي، لما بقوة الله ضرب البحر فانفلق 12 طريق، طلع الهواء نشف الأرض البحر. تفضل يا موسى 10 دقائق تفضل. كلا ما بيلحقون. إن معي ربي سيهديني. بدك واحد يكون مربوط مع الله. إذا شدت قل له إن معي ربي، وإذا معي ربي اللهم لا يكيلك إلى نفسي ولا إلى الناس. وصل فرعون شو ها؟ أنا شو في هي؟ بحر عمق 2 كيلومتر لتحت ناشف، ونزلوا بني إسرائيل ماشيين وموسى معهم. بده يستر حاله حتى ما ينكشف أنه عامل حاله الله. قال لهم انظروا ماذا أصنع بموسى الآن. شوفوا هلا مكري بموسى شو رح تساوي. قال له هلا لما يوصلوا لنص البحر بدي يطبق البحر عليهم. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. موسى طلع هو وجماعته، فرعون واقف على شط البحر عم يشد الحصان. يا اخواني هي لو تصير تمثيليه والله بتاخذ عقول الناس. عم يشد الحصان، الحصان بده ينزل. اجى سيدنا جبريل راكب فرس حايله بدها تتزوج، وفرعون راكب حصان حشري كمان بده يتزوج طالب الزواج. اجى فرعون مر به فرسه من قدام فرعون، فالحصان شم الريحه واخذ راس بالاله. نزل سيدنا جبريل لحقه. الجيش لما شاف فرعون نزل الجيش وراه، ما غصبا عنه فرس اخذت راس بالاله طبعا. نزل اخر جندي طلع من جنود سيدنا موسى، آخر جندي من جنود فرعون نزل. فلما توسطوا البحر الهاوي سلي حامل الله أزن البحر، فرجع البحر يتلاطم. وين يا فرعون؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سيدنا جبريل قال له هلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. ما قال له بحياتك، ببدنك من غير روح. ونجاه ببدنه. من 10 سنين طلبوا بفرنسا تحليله، فبعثوا الجثة إلى فرنسا واستقبلوها استقبال ملك، وأخذوه وحللوا. طلع مية الملح بمعدة فرعون. شو دليل؟ أنه هذا فرعون موسى. نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالدليل يعني إذن يا إخواني حتى نعرف أن الله عز وجل موجود في كل زمان. الآن واقعين في اضطراب، في مصائب، في مشاكل. الله في هذا الزمان قادر أن ينجي المؤمنين؟ قادر. قال الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. صدق الله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، فوز بنجيك
لا يمسهم السوء. الله أكبر، هي شهادة من الله، هي وحدة. شهادة ثانية، قال الله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك في كل زمان حقا علينا ننجي المؤمنين. فكأن القرآن عم يقول لك آمن وراقب أن الله معك والله يتوب لك النجاة. بدها ثقة، بدها يقين، تيقن كلام الله حق. شو رأيكم؟ حق. إذا تيقنت أن كلام الله حق لا تخاف، والله لو ألقيت في البحر لنجاك الله، لا تخاف، لو دخلت إلى النار لما أحرقتك. خلي ثقتك بالله، قادر، قادر، عليم، بيده الإرادة، لا تخاف. إذا كنت مع الله لا تخاف، إن معي ربي، لا تخاف، سيهدين. فإذا كان الله يهديك، ليش خايف أنت؟ ليش عم تحسب حسابات حياة ورزق وشو بدنا نجيب وشو بدنا نشتغل شو بدنا؟ حامل الدنيا على رأسك أنت؟ لك يا ابني مين أنت؟ ما أنت في هذا الوجود ذرة. فالذي يرزق الكبير والصغير والنملة والفيل ما قادر يرزقك؟ والذي يعطي بفضله وإنعامه بيمنعك أنت؟ جاني واحد مسكين بده يسافر، بده يطلع يشتغل، بده ما هالأدران. قلت لك يا ابني ما في شغل بالبلد؟ قال لي والله البلد ما في شغل، ما في شغل. قلت له دمشق لحالها كم سكانها؟ سكان دمشق لحالها 15 مليون أظن، سبعة مليون. قلت له الله عم يجوع 7 مليون؟ قال لي لا، عم يعيشوا عم ياكلوا. قلت له الله عم يرزق 7 مليون إلا أنت اللي حيبخل عليك؟ لك يا ابني ما انت الا واحد من هالسبع مليون، مثل ما الله عم يرزقهم بيرزقك انت. لكن بده يسافر، روح سافر. طلع لي سافر فغرق في البحر. يا الله، شو الانسان ما له مصدق الله، ما صدق بكلام الله. فلو صار لك يقين بكلام الله وايمان ان الله معك، والله ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا، حقا علينا ننجي مؤمنين. آمن. الإيمان وين سوءه يا أحبابي؟ لو سألنا واحد بده يشتري شوية إيمان، منين بده يجيب الإيمان؟ يا ترى بسوق الحميدية بيلاقي إيمان؟ بسوق البزورية؟ بسوق الهال بيلاقي إيمان؟ وين الإيمان؟ سوق الإيمان عند المؤمنين. مين المؤمن؟ كلمة مؤمن لا تقولوا آمنا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالوا يا رسول الله ما أفضل الإيمان؟ قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. مراقبة، راقب أن الله معك، راقب أن الله مطلع عليك، راقب أن الله يراك، راقب. هالمراقبة هي ما تجي هيك فكر أنه كل واحد مثل ما قال أنا بدي راقب صار. إذا لم تكن من أهل الذكر ما بتحسن تراقب يا ابني.
بده يكون ذاكر مع الذكر، يراقب أن الله تعالى معه. ذكر الله لنا قصة في القرآن تستمعوا إليها. الله، ما أحلى كلام الله. قال الله تعالى: وذا النون، ذا صاحب، النون الحوت يعني صاحب الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، قعد مع قومه 60 سنة يدعوهم ما حدا آمن، غضب ترك وطلع. 60 سنة ولا واحد يؤمن، ترك طلع بده يدور على غيرهم، يعني هرب من الوظيفة. الله سلمه الوظيفة، هرب من الوظيفة. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أنه تركتهم وهرب، روح لعند غيرهم، ركب بالباخرة، بده يهرب من البلد. فلما توسطت الباخرة نص البحر وقفت، لا بالمقاديف عم تمشي ولا فصاحب الباخرة قال لي: يا جماعة أنا الباخرة تبعي معودة ما بتوقف إلا يكون عبد هربان من سيده، فالعبد فيكم اللي هربان من سيده يشرف ينزل، إذا غرق واحد أحسن ما يغرق الكل. مين العبد؟ مين العبد اللي هربان من سيده؟ ما في حدا. قال: بنضرب قرعة، نعمل قرعة. قديش في بالباخرة؟ 300 واحد. جابوا 300 قصوصة ورقة فاضين، وحدة شحبروا عليها، يلي بتطلع بإيده هالورقة المشحبرة بيكون هو العبد. خربطوا هالورقة، ورقة بين 300 ورقة، خربطوا هالورقة، كل واحد مد إيده يسحب ورقة، طلعت بإيد سيدنا يونس الورقة مخربطة. هاي صدفة يعني؟ ما في صدف يعني، في وقدر، وكل شيء قدرناه تقديرا، قدر. هذا الرجل صالح ما في عم يردم، عيدوها، حطوا مرة ثانية، خربطوا الورق، خربطوا، دقوا، مد إيده سيدنا يونس، طلعت الورقة بإيده. ثاني مرة ما ممكن، غيروها، غيروه ثالث مرة، ثالث ورقة مرة طلعت الورقة بإيده. هذا حظ هذا يعني؟ تقدير. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. شرف يا أفندي، نص البحر يا جماعة ما عم تمشي الباخرة، وقف بنزل ما بنزل، مسكوه من ايديه ورجليه، واحد اثنين، اجا حوت فاتح تمه، لحشوا. اوحى الله الى الحوت ان ابتلعه، ولا تجرح له عضوا ولا تكسر له عظما. ابتلعوا. شفت مجلة عم يقولوا اكتشفوا الحوت اللي ابتلع سيدنا يونس، يعني من نسل هالحوت، عرض تمه ذلك الحوت 122 سنتي، عرض تمه لما فتح تم صباحا فات. ابتلعه ونزل إلى أعماق البحار. مين شاف السجن؟ سجن رباني
لا أم ولا أب ولا أخ، ما حدا شيء. شو السجن هذا؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ما تظلم أحد، إني كنت من الظالمين. يا سلام. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. من السجن؟ نعم. نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك يا أحبابي بلغوا الناس، نحن الآن بحاجة إلى قول الله تعالى أن نلازم حسبنا الله ونعم الوكيل. مسجون كذا أرسل له، أكثر من قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم. هذا كلام الله، هذا كلام الله. سكرت من الله هي بعت له كتر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الصحابة رضوان الله عليهم حديث عما يطولون نحن نختمه هلا. بعض الصحابة وقع أسيرا، خلص نحن بقي 20 دقيقة، أرجو الله أنه الله يملأ قلوبكم بالإيمان. الصحابي ابنه وقع أسير، فأم الأسير قل له للنبي يدعينا، قل له للنبي يدعينا. قال يا رسول الله وقع ولدي أسيرا. فعليه الصلاة والسلام قال له أرسل إلى ولدك فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت وأمه كثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. فأرسل لابنه هو وزوجته صلى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كنز من كنوز الجنة. فبعد يومين قبل الفجر الباب عم يندق. قبل الفجر مين إجا؟ طلع لما فتح وإز ابنه. أهلا وسهلا، شو جاي جمال وبقر وغنم. لك ابني شو؟ قال له هذا كل سارحة القوم كلها جبناها. شلون؟ قال له والله أنا قاعد عم قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وجدت خفة في يدي، الغل اللي بإيدي انفك. قال طلعت على إجري وأجل كمان بين إجري كمان مفكوك. قال فخرجت بالليل، خرج وهو يقول اللهم اخفي صوت السلاسل عن القوم ما يحسوا عليهم. قال فكنت امشي والرمل عم يغطي السلاسل حتى ما يطلع الصوت. فلما طلع برات البلد شاف سارحة القوم الجمال والغنم والبقر والرعيان نايمين، فذبح الرعيان وساء جمال، ساء جمال وساء البقر وساء الغنم. الرواية أنه 200 رأس من الغنم ومثله من البقر وجمال كله. قال له يا ابني ما بيجوز، شلون هيك؟ حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله يبارك لك فيهم، خمسهم طالع الخمس من هون والله يبارك لك فيهم بركة لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإيمان الصادق. هلأ النتيجة أنتم معي واثقين أن الله بينجي أهل الإيمان؟ في ثقة الله بينجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجي إخواننا الذين في الأسر، اللهم نجي إخواننا الذين في السجون، اللهم نجي إخواننا الذين في ضيق وشدة. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد
وارض عن أمة سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.